والله هم شايفين انه كان عصر الخلفاء وان آل سعود هم افضل ناس رفعوا رايه الاسلام بعد الدوله الامويه تقريبا. طب تسمح لي. واستثنوا حتى يا دكتور استثنوا حتى من الدوله العباسيه، تقدر تستثني هارون الرشيد. ده مش كلامي. ده ابو جعفر المنصور وابو جعفر وكله. ابو جعفر المنصور ده كان عالم. كله لا كله. ابو جعفر المنصور ده كان قاضي مالك في العلم. طب كله خلينا نسمع خلينا نسمع. انت عايز تسمع؟ اسمع. طب انا ما اعرفش الشيخ مين اللي بيقول. طيب بس كان قاعد عبد العزيز الريس والشيخ ده بيقول افضل من رفع راية الاسلام ودافع عن الاسلام هم آل سعود وافضل كمان. خلينا نشوف الراجل ده بيقول ايه كده. اسمع. انا اعتقد هذا، اعتقده تماما. اللي هو ان الدولة السعودية هذه من بعد الدولة الاموية لم يمر على الاسلام. ما يبين الشيخ عبد العزيز كده. الله اكبر. الله. يمكن تستخرج هارون يمكن من الدولة العباسية ولا بعدها نصرة للتوحيد والاعتقاد الصحيح ما مرت، ولكن الناس مجانين. ما أعرف كيف عميان عن هذا الخير والتوحيد الموجود والأمن. والله يا شيخ. شنو التميز الدولة السعودية يا شيخ إبراهيم عن الدولة العباسية والدولة الأموية؟ نصرة التوحيد والاعتقاد ظاهر جدا، حتى أمراءهم يتكلم بالتوحيد. الملك فهد يقول نحن دولة سلفية، أنا سلفي. يا رجل قدام العالم كله يقول أنا سلفي. والملك عبد الله. شيخ يعني نقصد شيوع وظهور بعض اهل الضلال والبدع في قضايا الاسماء والصفات. كذلك الدوله العباسيه، الدوله العباسيه كلها ضلال، خلق القران الامام احمد وغيره كلها ضلال بلا يعني. والدوله العثمانيه هذه قبوريه ومنتهيه. الدوله السعوديه نقيه. كتب شيخ سالم تيميه، كتب الامام احمد. يا رجل نصره يعني كنصره الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم، نصره للتوحيد. الله. والله الأهل. شنو تعليق الشيخ عبد العزيز على كلام الشيخ ابو ابراهيم؟ الله ابراهيم جزاه الله خير. شوف السلفي وحب للدوله السعوديه. شوف ابراهيم مو سعودي واحنا حملنا في السعوديه. انا مو سعودي بس. اي وانت انت بالسعودي. والسلفي والله محبين للسعوديه. ليش؟ عقيده. والله يا في السعوديين مساكين يعني استطاع الحزبيون ان يخدعوهم وان يسرقوا افكارهم. الله. فأصبحوا أعداء للدولة السعودية وهم يتغذون سعودي وهم سعوديون يتغذون يأكلون يشربون بالسعودية وبالجنسية السعودية هم معادين لها. الله. وأنتم الحمد لله شف مو بسعوديين والدافعون أشد من هؤلاء. دين ترى هو أنتم. أنا والله يا شيخ واجهت الإخوة في أوروبا والله العظيم في فرنسا وغيرها، ذهبت لهم هناك في دعوة وواجهت بل واجهت حتى أتراك سلفيين والله على نفس المبدأ هذا وواجهتهم في مكة من جنسيات عدة. اهم ما ورد في الفيديو ده انه الشيخ ابراهيم، ما عارفش اسمه ابراهيم، هو قال له اسمه ابراهيم، ابو ابراهيم، انه من كل الدول الاسلاميه اللي مرت على العصور ان آل سعود هم افضل من نصر التوحيد والاعتقاد وهم افضل بعد الدوله الامويه، وكمان تفوقوا على الدوله الامويه لانه وصفهم بانهم بيقول ان في نصرتهم للتوحيد والاعتقاد عادلوا نصرة الصحابة للنبي. وأن الدولة العباسية كانت كلها كفر وضلال وتقدر تستثني منهم هارون بس هي كلها دولة كفر وضلال، وأن الدولة العثمانية برضو كانت كفر وضلال، وأن السعودية عقيدة. دكتور تعليق حضرتك. والله هذا هو الضلال المبين. أعوذ بالله من الشيطان. مشايخ هم يا شيخ. أنا قلت بدأت الحلقة هؤلاء مخبرين تبع المخابرات السعودية، في مخبرين بلاحة يا أستاذ محمد وفي ضباط بلحى. ده قال لك الشيخ فهد قال سوري الملك فهد قال انا سلفي. طب ما ده بيقول على نفسه ان هو سلفي. أيوه. الناس ده ايوه. والله ما يقوله الريس وما يقوله المداخله وما يمهد له ليس هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دين مسخ. ايه شرع؟ ايه سندك الشرعي؟ ما انا من الصبح اقول لك سند شرعي. الشيخ عبد المقصود في اللي قالوه ده هو بيقول لك السعوديه دين. في حاجه في دين اسمه السعوديه؟ ده هو دلوقتي جنسيته سعودي. أي. اولا مفيش دوله في العالم اسمها السعوديه الانسان بينسب الى شخص الا السعوديه. يعني قطر قطري. تركيا تركي. لكن انا السعوديه سعودي. لا انت نجدي، انت حجازي، انت جزيري من الجزيره العربيه، لكن بلد تنسب الى رجل. تعدينا قضيه النسبه. الان بيقول لك السعوديه دين في الفيديو. وانها افضل شرك. والله لو سمعه اهل العلم هذا الذي يقوله شرك. لما يقول السعودية وجعل السعودية قرين السلفية. ويقول السعودية دين. هذا كلام. هذا ويقول ان هم نصروا الصحابة اكثر زي نصر النبي. لما يقول خلق القرآن، خلق القرآن كان في فترة
وجيزة قالها المعتزلة في عهد المأمون، ثم جاء المتوكل أخوه بعد ذلك فنصر السنة وانتصر الإمام أحمد بن حنبل، ويفضلونها عن الدولة العباسية، وفيها أبو جعفر المنصور الذي قال للإمام مالك بن أنس صاحب المذهب: لم يبقى للناس في العلم إلا أنا وأنت، فاكتب كتابا ووطئه للناس. أول كتاب في السنة اللي هو كتاب الموطأ. هارون الرشيد الذي كان يحج عام ويغزو عام يقارنوه بمن يحجون في فينيسيا وشرم الشيخ وطنجة، بس اتمنعوا من طنجة السنة دي فراحوا اليوم وشرم الشيخ. يقولون، أنا هسألهم سؤال هتقول لي إيه المستند دلوقتي، مجرم ابن عبد العزيز، مش ابن عبد العزيز قال سعود وكان ولي عهد، راح فين؟ مش ده ولي أمر وحاكم؟ إيه المستند في إزاحة مجرم؟ طيب محمد بن نايف ده مش كان ولي عهد؟ وكان ولي عهد سلمان وكان وزير داخلية أكتر من 12 سنة، مش ده أمير مؤمنين عندكم؟ كيف أزيح محمد بن نايف؟ إذن التسبيح بحمد الحاكم الحالي، هم المفروض لو هم فعلا لا يخرجوا عن الحاكم كان تمسكوا بمجرم انه ده ولي امر، كان تمسكوا بمحمد بن نايف كان ولي امر. لكن حتى محمد سلمان لما يزيح والده هيبقى ده عين العقل وعين البصيره. السلفيه براء من هؤلاء، والسعوديه براء من هذا الفكر، وعامه السعوديون يعرفون ضلال الرئيس وامثاله. لكن